كلما زاد عداهم للإسلام وزاد حرقهم للقرآن فنحن متمسكون، وهذه خير دليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سيد الماء اسم لا يليق إلا أبي الفضل العباس صلوات الله تعالى عليه. مكلفين باتباع القرآن الكريم والثقل الذين هم عدل القرآن محمد وآل محمد. خيمة سيد الماء التابعة لمجمع القرآن الكريم العتبة العباسية المقدسة معهد ديقار. أقاموا أوتاد هذه الخيمة، خيمة سيد الماء التي ترعى جوانب القرآنية، وهي تنطلق للمرة الأولى في محافظة ديقار ضمن فعاليات العتبة العباسية المقدسة. تركيز على محافظة ذيقار بجوانبها الفكرية وجوانبها الاقتصادية لم يأتي اعتباطا، ومما أعتقده أن ذلك جاء وفق دراسة ووفق تتبع للأحداث الجارية داخل المحافظة. تأتي هذه الخيمة ضمن اهتمامات العتبة العباسية المقدسة في خدمة الزائرين الكرام السائرين إلى قبر أبي الأحرار سلام الله عليه في زيارة الأربعين من كل عام. قضية الفنية بحاجة إلى عاملين يعني أساسيين. العامل الأول هو عامل الموهبة، أنك يعني عندك الصوت ورب العالمين منطيك هاي الموهبة، والعامل الثاني هو الصقل والتمرين. هكذا مشاريع هي ضرورية لتطوير الثقافة القرآنية وإضفاء طابع قرآني لمسيرة الأربعين لدى الزوار. هذه المفاهيم التي جسدها أبو الفضل صلوات الله تعالى عليه سيد الماء الذي سميت هذه الخيمة باسمه، ننطلق منها لنرسخ هذه المبادئ، معرفة الدين، معرفة إمام الزمان، ما ينبغي أن يتعرف عليه على المستوى الثقافي. وبالنسبة إلى البرامج التي تقدم في هذه الخيمة فهي مجموعة من البرامج الثقافية والمعرفية والقرآنية. للزائر الكريم غذاء يتقوى فيه للسير إلى أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. كذلك من المهم للزائر الكريم أن يتغذى بالغذاء الروحي والإيماني والقرآني. ومنها مشروع تصحيح القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة وقصار السور، وكذلك مشروع إهداء الختمات القرآنية إلى الشهداء السعداء والأموات، ومنها مشاهدة واقعة كربلاء الافتراضية بتقنية VR، وكذلك الإجابة عن الأسئلة العقائدية والشبهات الفكرية. نحن بحاجة إلى رفع المستوى الثقافي، سواء من خلال حركة الزائرين، من خلال المجالس الحسينية، من خلال المراكز الثقافية. هذا الموكب الخدمي الذي وضع لخدمة الزوار لم يغفل جانب القرآن الكريم، فننظم محافل قرآنية إن شاء الله. نتأمل في السنين القادمة والسنة القادمة أن يكون هناك الكثير من الفقرات التي تعنى في تهيئة الزائر وتغذية روحه وعقله بكثير من الأمور التي يحتاجها في طريق أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تعني بالكثير من الفقرات والأمور القرآنية والأسئلة الفكرية والعقائدية كذلك، وكثير من الفقرات لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الفكرة الجديدة التي تقدم بها معهد القرآن الكريم في ذيقار في هذا العام في هذه الخيمة المباركة، وهي كتابة رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام بأنامل الزائرين المارين بهذه المحافظة. أولاً السؤال عن اسم الخيمة سيد الماء.
اسم أثار الانتباه وأثار الالتفات وسئلنا عنه من قبل بعض الزائرين. فضلاً عن ذلك هنالك مجموعة من الأعمال الفنية والثقافية التي تعرض على الشاشة الموجودة هنا، الأعمال التي تتعلق بواقعة كربلاء وبالإمام الحسين عليه السلام، والتي أنتجها مركز الكفيل للإنتاج الفني في العتبة العباسية المقدسة. فضلاً عن ذلك هنالك معرض للوحات القرآنية، الكلمات المنيرة للمرجعية، وكذلك المفاهيم القرآنية التي لاقت إقبالاً كثيراً من الزائرين. كذلك ما يأتي من الزوار الذين يعني يتمكنون من تلاوة القرآن الكريم أيضا تتاح لهم الفرصة للمشاركة. ما نراها إلا هي حلقة متكاملة، يدخل إلى VR، ينتقل إلى رسالة الحقوق، يذهب إلى القرآن الكريم، يأتي إلى بيان الأحكام الشرعية واستيضاحها، يولي وجهه صوب تصحيح قراءة سورة الفاتحة. فواقعا محطاتها كانت محطات متكاملة، من فردت بذلك محطة دون أخرى. حقيقة الشعور الذي ينتاب كل خادم من خدمة أبي الفضل العباس عليه السلام، وهو شعور لا إرادي. أولاً يمني النفس أن يتقبل أبي الفضل هذا العمل وهذا العطاء القليل قربة لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا أول الأماني وأهمها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومن الزائرين والعاملين في طريق سيد الشهداء.